مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، خصصناها اليوم عن وضع المغتربين اليمنيين في المملكه العربيه السعوديه ما بين خيار الترحيل او السجن في حال عدم دفع رسوم الاقامه. أكثر من مليون يمني يتواجدون في السعودية، من مليوني يمني يتواجدون في السعودية، يعمل منهم 1,100,000 شخص تقريبا. هذا الرقم يتناقص يوما بعد آخر، ووجودهم واستقرارهم المعيشي بات مهددا بفعل الحملات المتوالية للسلطات السعودية. وفقا للإحصاءات فإن أكثر من 400,000 يمني يواجهون مصير الترحيل من السعودية إلى وطن مقطع الأوصال في ظل حرب مستمرة منذ 4 سنوات يخوضها تحالف تقوده السعودية والإمارات. حرب مستمرة ووضع إنساني آخذ في التدهور، والترحيل لا يتوقف، ولا يبدو أن أحدا يعبأ بعواقب ترحيلهم في ظل تدهور معيشي غير مسبوق تشهده اليمن. لسنا بصدد نقاش قانونية الترحيل من عدمه، لكن التساؤل الذي يفترض أن يحضر في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها اليمن: ما التوصيف القانوني لمواطنين يجري ترحيلهم إلى وطن يشهد في اللحظة الراهنة حربا طاحنة؟ وما التوصيف القانوني الذي يفترض أن يحصلوا عليه في بلاد هم حاليا متواجدون فيها؟ ما الذي ينبغي على الجهات المعنية اتخاذه إزاء هؤلاء للحد من تبعات عودتهم؟ وهل عدم توقيع السعودية على اتفاقية اللجوء يعفيها من المسؤولية الأخلاقية أمام المجتمع الدولي عن آلاف تزج بهم إلى أتون المجهول وتدفع بعضهم إلى صفوف الجماعات الانقلابية؟ هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات المتصلة بالأبعاد الإنسانية والقانونية لاستمرار ترحيل اليمنيين في ظل الحرب وانعدام الاستقرار نناقشها مع ضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الدكتور يحيى الأحمدي، إعلامي وناشط حقوقي، وبالهاتف من العاصمة النمساوية فيينا المحامي والحقوقي المعروف توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، ومن صنعاء المواطن سالم الوهاشي، مغترب يمني تعرض للترحيل من المملكة العربية السعودية. ومن القاهرة سينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي. البداية مع دكتور يحيى الأحمدي عبر الأقمار الصناعي من مأرب، مساك الله بالخير دكتور يحيى. مساكم الله بالخير والعافية وكل مشاهدي قناة بلقيس، ونحن هنا من جوار عرش بلقيس نحييكم أخي بشير. أهلا بك دكتور. في البداية، كيف تتابع ترحيل اليمنيين بهذه الصورة التي أجبرتهم على عدم البقاء بعد أن تم سعودة الوظائف وفرض رسوم إقامات كبيرة جدا على اليمنيين؟ حقيقة الشعب اليمني ربما يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، سواء كان الذي في الداخل أو الذين يتعرضون أو يعني مهددون بالترحيل. لكن دعني أخي بشير أن أقول بأن الوضع أيضا يحتم علينا جميعا أن نضع بعض النقاط الضرورية حيث نتحدث عن الحالة الإنسانية، وهذه وعندما نتحدث عن حالة إنسانية يجب أن يكون الخطاب مع أشقائنا، نخاطبهم باللين، بالحق الجوار، بحق الإنسانية. نحن وهم في خندق واحد، ونحن والمملكة يعني المصير واحد والمصير مشترك إذا استطعنا أن نقول من هذا المفهوم. ففي هذه الحالة ينبغي أن نقول لهم ونقول للجميع بأنه نحن نمر بأخطر مرحلة، ومن الحق الجار على جاره أن يراعي هذه الظروف. قد نقول للمملكة ربما لها سياستها ولها قانونها الذي لا يمكن أن نتدخل في شؤونها، ونحن يعني في خندق واحد وفي معركة واحدة. نقول يعني نناشدهم باسم الإنسانية وباسم الجار أن يراعوا هذا الظرف. نحن لا يمكن أن نتحدث عن جانب حقوقي وبمعنى الحقوقي بمعنى المفهوم الواسع، ولكن نقول الجار قبل الدار، والوضع الإنساني في اليمن يحتم على أشقائنا سواء كان في السعودية أو في الإمارات أو في قطر أو في أي دولة من دول الخليج يتواجد فيها اليمنيون، يجب أن يعاملوا المعاملة ربما أفضل، لأن كل مغترب في السعودية أو في أي دولة من دول العالم له أخ أو له قريب أو له شهيد أو له مريض أو له جريح أو له جائع أو له كل واحد من هؤلاء له مشاكله، له المشاكل الخاصة والعامة.
ففي هذه المرحلة نقول بأن الواجب الإنساني أن يجب أن يحضر في مثل هذه اللحظة. نعم بشير. نعم، ما ذكرته هو الذي كان من المفترض أن يحدث دكتور يحيى، ولكن كما تعلم بحت الأصوات وهي تنادي بنفس ربما يعني الجانب الإنساني الذي تحدثت عنه، وحق الجوار وحق الأخوة وحق المصير الواحد، لكن للأسف كثير من المناشدات بل آلاف ربما من المناشدات سواء كانت من الأطفال أو من النساء أو من المغتربين أو من الناشطين، لكنها لم تجد أي استجابة من السلطات السعودية للأسف، ويبدو أن الآن أكثر من 500,000 يمني الذين قد غادروا المملكة، ولا زال هناك أرقام كبيرة تنتظر نفس المصير بعد أن باتت عاجزة عن سداد الرسوم. الآن ربما هذه الدعوات التي لم تلقى أي صدى أو استجابة دكتور يحيى، هناك ظهرت إشكالية أخرى، يعني من لهم من 20 إلى 30 سنة 40 سنة 50 سنة في المملكة العربية السعودية يجدون أنفسهم اليوم بلا أهل بلا مأوى بلا منازل ويجبروا على العودة إلى اليمن، وهنا ليست القصة فقط ولكن الأدهى والأمر أن يطلب منهم دفع رسوم قد تصل إلى 50,000 60,000 سعودي وهم عاجزين وإلا مصيرهم السجن. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ بالطبع هذه المشكلة يجب أن نحمل الشرعية، نحمل الحكومة التي تتواجد هناك. لا يمكن أن يستطيع المواطن الإنسان العادي المغترب أن يصنع شيء. أيضا نحن في الداخل ما عسنا أن نصنع، نحن في معركة أكبر من أن تتصور أخي بشير. اليمن يمر بوضع خطير جدا، الحالة الإنسانية لا يمكن أحد اليوم أن يفكر إلا بنفسه، لأنه الآن هو التبعة والواجب أن نسائل الحكومة وهي هناك في الرياض ماذا صنعت؟ ماذا صنعت الدبلوماسية؟ ماذا صنع وزير الخارجية؟ ماذا صنع الحكومة بشكل عام؟ نحن نناشدهم أن يصنعوا شيئا، أو إذا كان الأشقة في السعودية مصرين على ترحيل فليرحلوا الحكومة، فلتعود الحكومة ولتعود الشرعية وليعود هؤلاء الآلاف الذين ربما لا نستفيد منهم، يعني إلا من يؤدي عمله بإخلاص. ولكن إذا كان ولا بد فليتم إعادة الحكومة وهؤلاء الذين يتدفقون هناك وأعضاء مجلس النواب وكل المسؤولين فليعودوا إلى الوطن وليعيشوا ما يعيش المواطن. ونحن نتمنى أن يعود كل اليمنيين، ولكن في هذا الظرف وفي هذه اللحظة الطارئة على مجتمعنا وعلى اليمن يجب أن يحضر الجانب الإنساني كما قلت، واسمحوا يعني وليسمحوا لنا الأشقاء حتى نرتب بيتنا الداخلي، ونتمنى أن يعود كل اليمنيين إلى داخل اليمن وأن يعيشوا بأمن وأمان وبحرية مطلقة وأن يستثمروا في بلدهم وأن يعيشوا كما يعيش العالم. يعني لا، إلى متى سيظل اليمني مغترب؟ هذه يعني هذا السؤال يجب أن يحضر، ولكن في هذه المرحلة بالذات من الصعب أن نقول للمغتربين أن يعودوا ونطمئنهم، واليمن ما زالت لم تتحرر بعد وما زالت نار الحرب مشتعلة في أكثر من مكان. نعم، طيب دكتور يحيى تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث من فيينا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم. أهلا بك أستاذ توفيق. لا شك أن قضية المغتربين اليمنيين الذين يرحلوا من السعودية وفرضت عليهم رسومات باهظة وأيضا صعودت الوظائف وأصبحوا ما بين جحيم الترحيل أو دفع رسوم رسوم بتكلفة عالية جدا الذي لا يستطيع أن يرحل أو يسددها فعليه بالسجن. يعني من الناحية القانونية الآن ما هو التوصيف القانوني لوضع اليمنيين في السعودية واليمن تمر في هذا الظرف الاستثنائي، حرب والسعودية تقود هذا التحالف دعم للشرعية اليمنية؟ حقيقة قضية المغتربين اليمنيين هي حقيقة انعكاس سلبي للسياسة اليمنية الرابطة والسياسة اليمنية المنبطحة مقابل المملكة العربية السعودية منذ اتفاقية الطائف عام 1935 للأسف الشديد. المغتربون في كل دول العالم يعيشون بحرية، يعيشون مكرمون بعد 4 سنوات في الدول التي تحترم الإنسان ولديها مؤسسات دستورية وقانونية، يحصلون على الجنسية ويصبحون مواطنون أسرى لهذه البلد ويصبحون ربما يوم من الأيام رؤساء لهذه الدول. اليوم نجد رئيس بلدية أو عمدة فيينا صادقا باكستاني على سبيل المثال. اليوم هناك يمنيون في بريطانيا أو في أمريكا يخوضون
معركه سياسيه للوصول الى مجلس العموم او الى الكونغرس الامريكي او الى حتى على مستوى بلديات معينه، وبالتالي هذا هو الوضع الطبيعي الذي تكفله دساتير الدول باكملها وايضا تضمنه اتفاقيات المتعلقه بالامم المتحده وغيرها. الاشكاليه اليوم للاسف الشديد لان قضيه اليمنيين التي تفاقمت في الفتره الاخيره لم تصعد حتى على المستوى الدولي، يعني للاسف الشديد المفروض هنالك تقارير ضاغطه توضع امام المنظمات الدوليه، توضع امام مجلس حقوق الانسان، توضع امام هذه الدول. هذا الامر اليوم العالم لن يصبح معزولا، واليمنيين يجب ان لا يعتمدوا على للاسف الشديد على الحكومه اليمنيه التي هي اشبه ما تكون بحكومه مختطفه لا تمتلك قرارها، غير قادره على ان تقول للمملكه العربيه السعوديه لا، لا تستطيع ان تقول ان لهؤلاء المغتربين حقوق وعليهم واجبات. شخص يعيش 40 سنه يولد ابنائه في المملكه العربيه السعوديه، هؤلاء في الحقيقه في الامر وفقا لكل الاعراف الدوليه وفقا لكل المعاهدات الدوليه المتعلقه بالمهاجرين اصبحوا سعوديين وصلاء، لا حق التوظيف ولا تولي المناصب العامه والدخول في السلك السياسي والسلك العسكري والسلك الاداري الى غير ذلك. وبالتالي انا اقول هذه القضيه يجب ان لا يسكت عنها، يجب ان تتحول لقضيه راي عام حقيقي على محمد وسام وسائل الاعلام اليمني الدبلوماسيه اليمنيه. الرئيس ترامب عندما اتخذ القرار باجلاء بعض المكسيكيين تحولت الى راي عام داخل الولايات المتحده الامريكيه، لان لهم مهاجرين واصبح لهم حقوق. وبالتالي اليوم على سبيل المثال العالم اصبح قريه صغيره او اصبح قريه مصغره، اي مش يعني اي قضيه او عمليه تتم في طيب. استاذ توفيق نعم، لكن كما تعلم استاذ توفيق كما تعلم كان هناك مناشدات كبيره ايضا وتدخل من الحكومه الشرعيه، وتشكلت لجنه خاصه بالمغتربين بتوجيه من الرئيس عبد ربه منصور هادي واحمد بن دغر عندما كان رئيسا للوزراء، ولكن هذه اللجنه ورغم التواصل مع الجانب السعودي لم تصل ولم تحقق اي نتائج، بل على العكس تماما ربما زاد الوضع سيء. اليوم القضيه ليست قضيه استجداء، هذه قضيه حقوق. هذا حق اصيل كسبه اليمنيون على مدار عشرات السنوات. نعم. يجب ان يدرك الحكومه اليمنيه ويدرك اليمني انه لا يستجدي حق من المملكه العربيه السعوديه او من اي دوله من دول العالم، ويطالب بحق اصيل مضمون في كافه المواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه، لانه يعني اليوم لا ليس انسانيا ولا منطقيا ولا قانونيا ان يعيش انسان 20 سنه او 30 سنه او 40 سنه او 50 سنه ثم بين ليله وضحاها يرى نفسه خارج الحدود في الشتات، لا ينتمي الى هنا ولا ينتمي الى هنا، اولاده ولدوا في المملكه العربيه السعوديه ثم لا يجدون بيتا ياويا في اليمن. اي انسانيه يجب ان يتحدثوا عن هذا حق؟ يجب الحكومة اليمنية أن تتعلق من هذا المنطلق، ويجب أيضا أن الدبلوماسية الخارجية أن تضع هذه الملفات حقيقة أمام طاولة المفاوضات أو طاولة المنظمات الدولية. نعم. طيب أستاذ توفيق ابقى معي وأعود للدكتور يحيى الأحمدي من مأرب. دكتور يحيى، إذا ربما ما تحدثت به يعني أكد أيضا الأستاذ توفيق الحميدي وأكد أيضا على الجانب القانوني أنه يفترض يعني على الحكومة الشرعية أن تتحدث من منطلق أن هذا هو حق قانوني لأناس قضوا حياتهم في هذه الأرض، ولا يمكن أن يرحلوا بهذه الصورة التي يعني نراها اليوم لليمنيين في المملكة العربية السعودية. باعتقادك الآن لو كان هناك تحرك من قبل يعني اليمنيين بشكل عام وضغوطات على الحكومة الشرعية للتخاطب مع المملكة العربية السعودية من باب يعني هذا كحق واجب، هل سيجدي أم أصبحت الحكومة عاجزة أن تعمل شيء لأنها أصلا هي مرتهنة وتعيش في المملكة العربية السعودية كما تحدث الأستاذ توفيق؟ لعل الأستاذ توفيق أن تحدث من منظور قانوني، وكما قلت لك أخي بشير أنا ربما أكون في الجانب الإنساني، والجانب الإنساني يعتمد على المخاطبة الخطاب الذي يقرب أكثر ويلملم الجراح. يعني أقول بأنه اليمن أنا أتمنى هكذا، أتمنى أن يكون بمفهوم اليمنيين سواء كان في الداخل والخارج أن يكون حق الوطن العودة في أي وقت، نكون على استعداد للعودة إلى وطننا. اليمن بلد كبير، بلد مليء بالخيرات. نقول للأشقاء وللأصدقاء إذا كنتم ضغتم ذرعا باليمنيين
فساعدهم أن يستعيدوا دولتهم، وسيكون الحل البسيط والعاجل، سيعود كل يمني إلى منزل إلى من منطقته إلى محافظته. لسنا وحدنا في العالم، كثير من الدول كان الشعوب ربما في مجملها. اليوم يا أخي بشير، حتى أبناء الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بمجرد عاد الأمن ولو بجزء يسير إلى بلدانهم، عادوا من اليمن طواعية، وبالمئات يعودون طواعية إلى بلدانهم. نحن في اليمن نقول بأنه ساعدونا لاستعادة دولتنا واستعادة بلدنا، وسنكون شاكرين لكم، وسيعود كل اليمنيين إلى بلدهم، وسيتخلصون من هذه المشكلة. أقول بأنه اليمني لا يعاني من مشكلة حتى في السعودية يا أخي بشير، ولكن بسبب هذه الحرب الظالمة اليمنيون في كل بلدان العالم يعانون من مشكلات كثيرة. اليوم لا يوجد منفذ واحد للخروج يعني أو العودة، وكم من مشكلات، وكم بقي من اليمنيون في المطارات. فالمسألة إذا أردنا أن نتناولها من هذا الجانب، فليكون حل جذري لمشاكل اليمنيين، سواء كانوا في الرياض أو في السعودية بشكل عام أو في دول أخرى. حتى بعض الدول يمنع من على اليمني أن ينزل من الط من من أن يتجاوز المطار. يعني هناك مشكلة أيضا يعانيها اليمنيون في أكثر من بلد. فأقول أنه الحل الأفضل والأجمل لليمنيين أن تعاد دولتهم، وأن يساعدهم الأشقاء بسرعة التحرير، وهم يساعدون لا شك، لكن نقول بسرعة التحرير، وسيجدون اليمنيين يعودون إلى بلدانهم وإلى بلدهم وإلى محافظتهم وإلى كثير من المحافظات. اليوم يا أخي بشير، أنا أحدثك من مدينة مأرب، هذه المدينة البسيطة، ولأن الأمن توفر والبنية التحتية البسيطة جدا، تعال ولترى بعينك الاستثمار، وترى بعينك الحركة التجارية، المشاريع العملاقة التي هنا بأيام بسيطة. واليمنيون يحبون العمل، لا يحبون يعني يحبون الحرية ويعشقون الكرامة، وسيعودون في أكثر من محافظة للبناء والإعمار، وستجد أن الكثير يرجعون طواعية ويتركون البلدان التي هم نعم. يقطنونها حاليا. نعم. طيب دكتور، أعود للأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام. أستاذ توفيق، هناك من يقول بأن المملكة العربية السعودية لم توقع على اتفاقية اللجوء 56 الخاصة باللجوء، ولذلك هي غير ملزمة بأن تبقي اليمنيين أو تفعل لهم استثناء في ظل الحرب. هل هذا الكلام منطقي ويعفي السعودية من ذلك؟ لا، الموضوع هو اليوم لا نتحدث عن اللجوء، قضية اللجوء ربما أمر آخر. نعم. قضية اللجوء يفرض على السعودية التزامات أكبر، يعني قضية اللجوء أن اليمنيين يصلون إلى المملكة العربية السعودية ثم يسلمون أنفسهم إلى وزارة الداخلية أو وزارة الهجرة، تقوم المملكة العربية السعودية بدراسة ملفهم الأمني، ثم بعد ذلك تتخذ قرار بقبولهم، ثم تكون ملزمة بدفع أو تسليم مساعدات وتأمين صحي، وهي عملية يعني لا تتم في جميع الدول العربية بشكل كامل. لكن نحن نتحدث اليوم عن مواطنين دخلوا المملكة العربية السعودية صحيح واصبحوا مهاجرين، ولا يريدوا اي يعني اي تبعات او اي خدمات، فقط يعفوهم على الاقل من الرسوم من اجل ان 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 يعملوا. نعم، اليمنيون ساهموا بصوره كبيره منذ البدايه في تاسيس المملكه العربيه السعوديه. لم يسجل تاريخ المملكه العربيه السعوديه هذا تاريخ طويل منذ نشاتها الى اليوم ان اليمنيين قد شكلوا اي خطوره امنيه او اجتماعيه او سياسيه على المملكه العربيه السعوديه. بل اليمنيون شاركوا في البناء، في التعمير، في التنميه، في الامن الى غير ذلك. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن حقوق اكتسبها اليمنيون الذين اصبحوا مقيمين في المملكه العربيه السعوديه، واصبح لهم حق واجب على المملكة. نعم. السعودية ذكرت هذه النقاط أستاذ توفيق. نعم، ذكرت هذه النقاط في قبل قليل، لكن الآن نعم في أيضا السؤال الآن الأهم بالنسبة للمنظمات الدولية، وأنتم في منظمة سام كإحدى هذه المنظمات التي تهتم بحقوق الناس، هل يمكن أن تشكل هذه المنظمات صوت مسموع لدى المجتمع الدولي، يكون رأي عام يضغط على المملكة العربية السعودية بعمل حل لهؤلاء اليمنيين، وهي حقوق مشروعة كما تحدثت، الذي قضى عمره 40 50 60 سنة وهو في هذا البلد، في لحظة يجد نفسه مرمي في الشارع وبدون أي حقوق، وهم يبحثون فقط عن حق أقل شيء في هذا الظرف الاستثنائي، ومن ثم ربما يغادر اليمنيون بإرادتهم.
هل يمكن لكم كمنظمات أن تشكلوا نقطة يعني ضغط على المملكة العربية السعودية ورأي عالمي كبقية القضايا الحقوقية التي دائما أنتم تعملون فيها وتحققون يعني نجاحات فيها كبيرة في جانب الانتهاكات تتحدث؟ احنا حقيقة أصدرنا بيانات في هذا العام، وتقرير الأرض المنسية الأخير ذكر نماذج من القصص التي تعرضها لمليون في المملكة العربية السعودية، وهنالك قصص ربما تفوق الخيال. نعم. حقيقة نحن حاولنا نتواصل مع كثير من الناس، هنالك أناس خايفون من ذكر قصص شبه غير ذلك، لكن نحن حقيقة مصممون وقادمون بإصدار تقرير يوثق كل معاناة اليمنيين في الخارج، لأن التقرير الأرض المنسية كان فيه فصل كامل عن معاناة اليمنيين في الخارج، ذكرنا المملكة العربية السعودية وذكرنا اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض الطلاب الذين كانوا في تركيا وأيضا في الأردن في كل المناطق. اليوم أصبح اليمني للأسف الشديد عندما افتقد دولته أصبح بلا حضن، أصبح بلا سند للأسف الشديد. اليوم اليمنيون في ماليزيا يعيشون أيضا معاناة كبيرة، لأن 13 ثم يصبح إجباري أن يخرج إلى دولة أخرى ثم يعود للتجديد. أصبح اليمنيين يعيش حالة شتات ربما تتساوى مع حالة الشتات الفلسطينية، وبالتالي اليوم هناك واجب على اليمنيين أن يدونوا مثل هذه القصص، أن يدونوا معاناتهم ويوصلوها إلينا وإلى المنظمات الأخرى. أعتقد أن الشكاوى المتكررة والكثيفة للمنظمات المختصة الدولية العالمية يمكن أن تنبه هذه المنظمات وترفع هذا الصوت عاليا وتجبر هذه الدول أو هذه المنظمات الصامتة على أن تتحدث، على أن تصدر البيانات، على أن تخاطب المملكة العربية السعودية. صحيح للمملكة العربية السعودية حق السيادة ولا حق اتخاذ القوانين المنظمة، لكن يجب على هذه القوانين ألا تصل إلى حق الانتهاك، حق حقوق الإنسان، لأن اليوم العالم لم نعد نعيش في غابة على سبيل المثال، نحن نعيش في عالم يراقب بعضه بعضا. ولا رأينا اليوم حادث اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي والعالم انقلب كله، لم يأخذ أحد مبرر أنه سعودي أو أنه تركيا أو أنه في كل مكان. اليوم قضايا حقوق الإنسان قضايا عالمية، وأعتقد قضايا اليمنيين اليوم قضايا عادلة ومنصفة، وعلى اليمنيين أن ينظموا أنفسهم. نعم. ويوصلوا شكاواهم باستمرار للمنظمات، للهيئات، للمؤسسات الحقوقية والدولية. نعم. المهتمة بهذا الأمر، وأعتقد أن الصوت هذا سيجد استجابة. أشكرك رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة مادة صورها أحد الشباب اليمنيين المرحلين من داخل سجن الشميسي في جدة، في أحد أشهر سجون الترحيل. فيه يعكس وجها من أوجه المعاناة التي يعيشها المغتربون العائدون قسريا إلى اليمن. نتابع هذه المادة وهذا التسجيل وهذه الصور، ومن ثم نكمل النقاش. احنا الحين يا رجال، احنا الحين في قسم الترحيل في الوافدين، وطبعا معنا الكلمة من الأخ يهديها إلى الحكومة حقنا. نحن هنا، أين أنتم؟ نحن هنا في هذا المجمع لهؤلاء الخرفان، نحن هنا كالخرفان، لا حقوق للإنسان، لا حقوق حقوق هنا لأي فرد، ونحن في هذا العناء، ونحن في هذه المنطقة نعاني أبشع الإهانات، وأنتم في هذه الفنادق. وهذا العمن أبو محمد، أبو محمد والله هذا الشيء بإسخاء أنهم يحبسوا ويرحلوا وهو معاها الخامسة مدري السادسة ويرحلوا، وهذا الأخ المكروف معه إقامة ورحلوا، وهذا الأخ أيوة معه الخامسة، وهذا نشوف الناس كيف هم نايمين، أمن وظلم، قسما بالله ظلم في ظلم. وصلى الله عينك وطنك على اليمنيين، على اليمنيين. أنا مجهول ورحلوا، هذا مجهول ورحلوا، الله عينا نشوفوها والزبالة. احنا يعني يناشدون الحكومة حقنا انه ما ذنبهم يجلسوا داخل السجون اللي مروحوا. اذا مشاهدينا الكرام، هذه هي صورة من صور المعاناة التي يتلقاها المغترب اليمني الذي عمل ويعمل في بناء المملكة العربية السعودية، بل الكثير منهم ربما قضى عشرات السنوات في هذا البلد، والان وجد نفسه مرحل بلا مأوى وفي بلد تعيش فيها الحرب
وتقودها للأسف المملكة العربية السعودية وترحل اليمنيين بهذه الصورة. أعود إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، تابعنا مقطع ربما لخص جزء وليس الكثير، لأن ربما جزء من المعاناة التي يتلقاها اليمنيون في المملكة العربية السعودية وطرق الترحيل التي يعني يرحلوا بها من المملكة العربية السعودية. وحقيقة أحد المتحدثين قال يعني نحن هنا في هذا المكان، أين الحكومة الشرعية وأين الرئيس؟ يعني رسالة هي واضحة تلخص يعني أين أنتم من معاناتنا، لماذا لا نجدكم، لماذا لا تتحدثون؟ يعني الكثير يلوم الحكومة ويلوم الشرعية، لو كان هناك تعامل بالندية ووقف الرئيس وقفة جادة فعلا والحكومة الشرعية مع قيادة المملكة ربما لو وصلوا إلى حل، لكن خضوعهم والسمع والطاعة كل ما يملى عليهم ربما هو ما أوصل اليمنيين إلى هذا الحال. برأيك أنت كيف تعلق على ما رأيت؟ الصورة طبعا تختزل كثير من المعاناة، كثير من معاناة اليمنيين بشكل عام، لكني ربما لفت انتباهي يعني أثار يعني تساؤلاتي حتى هؤلاء الشباب الذين في هذا المكان وهم يصفون معاناتهم. لكن تلاحظ أخي بشير أن اليمني لا ينكسر مهما كان، مهما كانت الظروف. لكن أنا أعتب على الحكومة وعلى الشرعية كما ذكر أحدهم، يقول نحن هنا أين أنتم، هو يتساءل أين أنتم فعلا. أنا أعتقد يا أخي بشير لو كان هناك خطوط تواصل، الأشقاء في السعودية لهم كثير من هم يواجهون أكثر من جبهة، وتعد هذه المعضلة بسيطة جدا في مفهوم المشكلات التي تحيط بالأشقاء. وأيضا بخصوص اليمن، اليمن جبهة مفتوحة، كثير من المشكلات التي ربما يعني كانت نتيجة لهذا الانقلاب ونتيجة للحرب وما إلى ذلك. لكن السؤال يبقى أين الحكومة وأين الشرعية؟ وأنا أتمنى عليك أخي بشير أن تخصص حلقة، لماذا لا تخصص حلقة تستضيف فيها وزير المغتربين وتستضيف فيها المعنيين في السفارة وحتى وزارة الخارجية بوحت أصواتنا. دكتور يحيى معذرة، دكتور يحيى أستوقفك عند هذا عند هذه النقطة. هل تعلم يا أستاذ يحيى أن نحن ربما نقضي أيام وأسابيع وأشهر حتى نبحث عن مسؤول يعني يتحدث معنا ويعني نسمع ما يقول، الاتصالات، التنسيقات، البحث عن وساطة لكي يتحدثوا معنا، لكن للأسف الشديد أصبحوا جميعهم لا يمتلكون أي شيء، وهنا كارثة كبيرة. يعني لا ندري من أين تأتي لليمنيين، من القيادة التي تقود البلد أم من السعوديين أم من الحرب أم من ميليشيات الحوثي الانقلابية، للأسف اجتمعت كلها. أتمنى فعلا أن يكون معنا وزير المغتربين ولا رئيس الحكومة حتى ما والمانع أن يطلع يتحدث معنا ويوضح للناس، لكن لا نسمع ولا نجد هذا الصوت الذي يتحدث وينقل معاناة الناس، وإن تحدثوا ربما في على استحياء يعني تصريحات هزلية يعني لا ترقى لمستوى مسؤول يعني يرى بلده تقتل وتموت من الجوع ويرحل بطريقة عبثية. نعم طيب دكتور، أنا اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث وننقل واقع من معاناة أحد الشباب الذين ترحلوا من المملكة العربية السعودية، ربما هو يعني بكلامه سيكون أكثر مننا في نقل ما يعاني ويوضح ما الذي جرى له، وهو من صنعاء. الآن ينضم إلينا الأخ سالم الهياشي، مغترب تعرض للترحيل من المملكة العربية السعودية. نرحب بالأخ سالم، مساء الخير أخ سالم. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، شكرا للاستضافة ونشكر قناة بلبيس. اهلا بك استاذ سالم. في نعم اخ سالم، نريد ان نسمع منك، انت كنت مغترب في السعوديه، لماذا غادرت السعوديه وعدت الى اليمن في ظل الحرب؟ انا من البيضه. من البيضه والنعم. من البيضه والنعم، اهلا وسهلا. الامور اللي صارت انهم احنا كنا في الترحيل، ليس انا ربما يكون عندهم قضيتي انه مخالف، انا اني اشتغلت في مكان ممنوع او شيء. نعم. لكن هناك في الترحيل وجدنا ناس كثير، أخذوهم من بيوتهم، أخذوهم من عزبهم، أخذوهم من قدام المسجد، أخذوهم من البوفيات، أخذوهم من البقالات، أخذوهم من الشارع. هذه عانى منها كثير اللي قعدنا معاهم في الترحيل، شكوا الظروف هذه، اللي يقول لك والله أنا رحت أفطر، واللي يقول رحت أتغدى، واللي يقول رحت أصلي، ومسكوه. نحن إقاماتنا سارية المطعول، شغالين وما في شيء، لكن مسكونا وأمرونا على طول 3 أيام ترحيل. عندنا ممتلكات هناك، عندنا سيارات، عندنا هذا، علقوها، خلوها معلقة كذا وتركونا 3-4 أيام في الترحيل ويرحلوك.
نعم أخ سالم، يعني كثير من المغتربين يعني أجبروا على المغادرة وتركوا كل ما يملكون هناك، ولم يعني يترك لهم حتى وقت من أجل يعني ترتيب أوضاعهم ورحيلهم. أنا عندي سيارة باسمي تعلقت هناك. من صادرها؟ علقوها كذا، وضعوني على أوراق وتعلقت. نعم. في ناس عندهم أشياء، يعني عندي أنا لي أكثر من 40 سنة في السعودية. عندي ديون لناس، عند الناس لي ديون، عندي ما صفيناها يعني. نعم. لا يمكننا نصفيها لهم من هنا. نعم. أيضا وكثير من الشباب اللي وجدناهم في الترحيل اشتكوا نفس الأسباب هذه، اللي شالوهم من بوفية، واللي شالوهم من الحرم، واللي شالوهم من البيت. يعني واحد يدخلون في نص الليل في البيت الساعة واحدة ويجبرهم على ركوب السيارة في الترحيل وعلى الشرطة إلى في مكة، ويقابلهم واحد بندر الشريف وعلى الترحيل، ويعملوا لهم ويشتغل عند كثيره في الليل، يشتغل عند كثيره في منزله. هذا قلت له يعني 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 عملوها تقريبا انها مجازفه على اليمنيين او انها محبه على اليمنيين. كثير من الناس يشتكون انه الوضع حقهم، اقاماتهم ساريه، كل شيء ساري، مسكون، ما بالك باللي ما عنده اقامه واللي عنده ايش اسمه هذا. طيب سالم، وصلتنا العديد من القصص. نعم نعم سالم، وصلتنا العديد من القصص في ناس كثير كان لديهم محلات سواء في الملابس او الأدوات المنزلية أو المفروشات أو التليفونات، صادرت كل ممتلكاتهم. هل يعني لديك قصص سمعتها من هذا النوع؟ لا عفوا هي ما صادرت. نعم. هي لم تصادر، هم أغلقوها وتركوك. يعني أنت لن تقاتل معنى آخر، هي مصادرة يعني عندما يغلق محلك ويجبرك على الترحيل بدون أن ترتب وضعك، إذن هو مصادرة. أيوة يعني ما التوصيف الآخر غير هذا؟ إذا عندك أحد يصفي لك حقك ولا شيء. نعم. احنا نطالب ان نتمنى من خادم الحرمين الشريفين ان ينظر بعين الاب لابناء الشعب اليمني. يعني هذه المرحله ما هي مرحله ترحيل. يعني اليمن مقسم الى ثلاث اجزاء، الناس نازحين من الحديده، وناس نازحين من البيضاء، وناس نازحين من عدن، وناس يعني الوضع ما هو مستقر عشان يرحل الناس بالطريقه هذه. بعدين لعلمك يعني في ناس عندهم عائلات مرحلين، في ناس عندهم اولاده وزوجته، وهو ترحل يوم الاثنين واولاده يوم الربوع، وزوجته الاسبوع الثاني يوم الاثنين. يرحلوا لك النساء يعني اذا اكتمل عددهم الى 30 امراه يرحلوهم في باص. نعم. يعني يتركوك انت قلت قبل اهلك قبل بناتك تخرج قبلهم باسبوع مثلا. يعني طرق اذلال واهانه لليمنيين بهذه الطريقه حتى في مساله الترحيل. يعني انت مقيم ولديك اقامتك وساريه ولا يوجد عليك اي مخالفه، لا يسمح لك حتى ان تغادر انت واولادك، بل ترحل يعني النساء لوحدهم والاطفال لوحدهم. انا دافع رسوم سنه. نعم. انا دافع رسوم سنه، السنه هذه قضيت 5 شهور في الاقامه. طيب انا لما ندافع حق السنه، مين يعوضني حق السنه اللي راحت؟ حق مكتب العمل وحق الاقامه وحق يعني كلها اكلوها كذا. يعني انت مثال، يعني دفعت يعني رسوم سنه كامله وثم بعد ذلك تم ترحيلك قسريا كذا من دون اي مخالفه. من دون اي سبب. مخالفتي اني اشتغل في ورشه. تقول لك ليش تشتغل في جده في ورشه؟ انا في قرار انه بعدين كلنا اللي مسكونا يعملوا لنا شغال عند كفيله، والكفيل جاء. نعم. يعطوا وجه 3-4 مرات يجي ما يقبلوا ولا يعطوا وجه، يقولوا له لا ما في. في ناس مسكوهم من داخل الحرم كتبوا لهم متسولين، في واحد يبيع مساويك، وهذه المساويك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أوضعها واحد شايب مطوع مفتحي يبيع مساويك جنب المسجد، كتبوا له متسول. والله واحد يستغرب يعني أخي سالم، يعني ما تحدثت عنه هي قصص، وربما يعني أنت نقلت لنا جزء من المعاناة التي واجهتموها في المملكة العربية السعودية وغيرها الآلاف من القصص، يعني قصص الانتهاكات التي تطال اليمنيين وأيضا الطرد التعسفي إلى غير ذلك. نعم أشكرك سالم الوهاشي. نعم تفضل، لديك أكمل كلامك، تفضل. في نقطة مهمة، عندي ترحيلنا من العنبر من مكة المكرمة الحين وصلنا طوال تقريبا 18 ساعة. نعم. عارف؟ لم ننزل من الباص لنتبول أو نصلي. يعني حتى أدنى الحقوق، حتى أدنى الحقوق حرمتم منها. هذه يا راجل 18 ساعة الناس فقدت الكلى عندها. نعم. يعني 18 ساعة ما تقدر تتبول. بعدين جابوا لنا سطر والله في الباص، كانت تبول، انا تبول قدام 45 نفر في الباص. نعم.
هذه معاملة إنسانية لا ما هي إنسانية. إذن هذه قصة سالم. المسؤولين أن ينظروا إليها، ربما نعم. يكونوا العسكر هذا لهم اللي سووها. نعم. المسؤولين الكبار لم يعرفوا عنها شيء. نعم. أشكرك أحد المغتربين الذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية، الأخ سالم الوهاشي من محافظة البيضاء. إذن ذكر الأخ سالم قصة يعني لا يصدق عقل أن يعامل اليمنيون وهم يعني مقيمين ودفعوا رسوم الإقامة ويعني كل معاملتهم سليمة ولا يجد عليهم أي مخالفة، وفوق ذلك يرحلوا بهذه الطريقة التي لا تحمل حتى ولا يعني تترك لهم يعني معاني الإنسانية. يرحل 18 ساعة في ناس لا يسمح لهم لا بالأكل ولا بالشرب ولا بدخول الحمام، ويعني فوق بعض في باص. والله قصص محزنة وللأسف الشديد. أذهب نسمع أيضا قصص أخرى لبعض اليمنيين قبل سد دكتور يحيى أبقى معي. سنذهب مع المشاهدين الكرام نتابع هذه التصريحات التي وصلتنا من المغتربين الذين عادوا مجبرين بالتأكيد من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن. نسمع منهم ونكمل النقاش. يعني ايش قال لهم؟ ما في لا شغل ولا مشغله ولا حكومه تنفعك باي شيء. يعني لا بتبلغ ولا بتقول لهم حاجه ولا عندي اوراق، وك ما في، ما حد ينفعك. نزلت يعني خلاص، يعني نزلت ما في شغل، مسؤول ادفع من جيبك غيره ما في. كنت اول اشتغل نجاره، وبعدين يوم جاء القرار الاول يوم قال كل من يشتغل كفيله، رحت نقلت له واحد مكه اشتغلت معه. كنت فطري اول شيء راتبي كان ب 2200، اشتغلت معه حوالي أو 3 أشهر 4 أشهر كان راتبي 1000. ثاني شيء اشتغلت طلعت منه ما أرد أجدد لي إقامتي ولا يبلغ الجودة، جلست حوالي 3 أشهر 4 أشهر بعدين يا الله وافق نقلت غرامة الإقامة 9000، نقلت لواحد ثاني مكانه. اشتغلت معه حوالي 1.5 سنة بعدين ارتفع الرسوم. أول شيء قالوا السنة 400، ثاني شيء قالوا بس ثاني يجي 600، وانا ما لي قدره فيها، والراتب 1000 ريال وجدد منه ما راح خارج شيء. ظروف يعني معيشيه وقله الشغل، يعني قعدنا 6 شهور بدون عمل وقررنا نسوي نهاية ونترزق الله في بلادنا والحمد لله. يعني فرضت علينا ضرائب اقامات، نشتغل الواحد يشتغل له ب 2000 ريال وراه كفيل، الكفيل يبغى له 500 ريال، يبغى له حق إقامة ويبغى له حق المهم الكفيل تشتغل أنت ب 2000، 1000 ريال لعيالك مصروف و 1000 ريال للكفيل والسلام عليكم، وأنت هجلس بس كذا رايح جاي منفذ الطوال منفذ احنا ضلينا نشتغل ونصرف للكفيل وللمكاتب وعندك الآن شلوا مني 30000 حق السيارة هذه، 30000 الآن أنا بالمنفذ هذا، وهذه حقها موجودة الأوراق. نبغى المعاناة اللي هي صح يعني المعقولة من المسؤولين ومن الناس اللي هم مو كل شيء يشتكي المغتربين. أنا بقول لكم من كل شيء المغترب يشتكي، أقول لك صراحة إذا كان جه هنا ما عندنا المنافذ هذه حقتنا مش يعني على حسب، وهناك في السعودية ما لنا أحد مراجع يراجع لنا فيها، ما لنا أحد مسؤولي إلا غير الله. قرارات الجديدة هذا أكثر الناس وعادها 2000 وهذا السنة الجاية بيرفعونها مضاعفة وبتخرج الناس كامل ما حد يبغى. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن هذه نماذج أيضا من بعض الناس الذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية، ربما هؤلاء محظوظون لأنهم عادوا بسياراتهم وباختيارهم، لكن الكثير من المآسي الذين يعني يتم القبض عليهم وترحيلهم بصورة يعني أقل ما يقال عنها همجية مثل ما تحدث الأخ سالم. أعود للدكتور يحيى عبر الأقمار الصناعي من المغرب. دكتور يحيى، كيف تعلق على ما طرحه الأخ يعني سالم على الذين يرحلوا بهذه الطريقة؟ يعني زوجتك ترحل في باص وأنت في باص وابنك في باص وأنت لا يوجد عليك أي مخالفة، وفوق هذا 18 ساعة لا يسمح لك لا دخول الحمام ولا الأكل ولا الشرب ولا غير ذلك. المحامي في قبل أن يتحدث هذا الضيف الهياشي من البيضاء كان يقول بأنه من حق السعودية أن تطبق القوانين وسيادتها وأمنها، يعني شيء داخلي لا يمكن أن نفرض عليها رؤيتنا، لكن نحن نقول كما قلت أخي بشير في البداية بأننا يعني نرجو من الأشقاء ويعني
نتوسل إليهم أن يراعوا ظروف اليمنيين، أن يراعوا هذا الشعب المسكين الذي يعاني من ظروف طارئة، يعني ربما هي أخطر مرحلة في تاريخ اليمن، حتى كما يقول إذا عاد بعض المغتربين من إقليم تهامة مثلا أو من إقليم الجناد أو من إقليم آزال، بعض الناس لديه مشكلة مع الحوثيين، مشكلة ما يعني بقريب أو من بعيد، وهذا أين يذهب؟ يعني نقول بأن الوضع في داخل اليمن يحتاج منهم إلى حسن تطبيق القانون، يعني نحن لا نقول لا تطبقوا القوانين، ولكن نقول يعني فليكن بالحسنى وليكون التعامل بالأحسن، وحق الجار وحق اليمنيين منذ مئات السنين، يعني وهم يعني يعتمدون على الاغتراب ويعيشون في المملكة كبلد كوطنهم الثاني. يعني السؤال اليوم الذي لا يمكن أن يغفل هو أين دور الحكومة وماذا صنعت؟ أتمنى أن نسمع من المعنيين في حلقتك القادمة يا أخي بشير أن يكون هناك استضافة، ما لم فلتبين على الهواء بأنك تواصلت بالمسؤول فلان أو فلان وتعرهم على الهواء لأنهم هم المعنيون، ربما كما يقول الأخ الهياشي بأنه قد تكون هذه تصرفات فردية، مثلا سوء المعاملة قد لا ترضاها القيادة السعودية مثلا، فأين دور السفير؟ أين دور القنصلية؟ أين دور الشرعية المتواجدة كليا في الرياض؟ هل يعقل أنهم عجزوا عن إيجاد مخرج لتطبيق هذه القوانين؟ أعتقد هناك تقصير كبير جدا. نعم. من الشرعية وهي المسؤولة أمامنا، لا يمكن أن نسائل أشقائنا ونحن في ظرف. نعم. كهذا نحن في ظرف دكتور يحيى، ربما أنا سأختلف يعني حال. نعم. حالة يعني في اليمن. نعم دكتور. نعم. يحيى ربما سأختلف معك في مسألة ربما هذا تصرف فردي، ليس تصرف فردي، وصلتنا يعني عشرات المقاطع الفيديو التي تظهر المعاملة السيئة لليمنيين في أماكن الترحيل وأيضا على الباصات التي يعني تنقلهم إلى خارج اليمن من المملكة العربية السعودية، وهذه ليست الحادثة الوحيدة، يعني تابعنا عشرات المقاطع وهي موجودة. لو كانت يعني حالة فردية لربما تحدث الإعلام السعودي واعتذر عن ذلك، لكن هي أصبحت ممارسة ممنهجة ضد اليمنيين للأسف، وهذا ما يقوله من يصل من اليمنيين إلى اليمن بعد أن تم إجباره على الرحيل من المملكة العربية السعودية، وأتى على لسان الأخ سالم الهواشي وهو عايش هذه الحادثة بنفسه وليست رواية أو قصة تم حكايتها له. طيب الآن الدكتور، الآن ربما أيضا استوقفتني يعني بعض النقاط، ولكن اسمح لي أن أشارك معنا في الدقائق الأخيرة الأستاذ الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي من القاهرة. أستاذ عبد العزيز مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية. أستاذ عبد العزيز، في الدقائق الأخيرة نستغلها معك يعني وصلتنا العديد من الرسائل ممن هم يقاتلون اليوم في الحد الجنوبي وعلى الحدود المملكة العربية السعودية مع صعدة وعلى حدود المملكة العربية السعودية في حجة وميدي، ويضحون ويقاتلون ويقولون بالحرف الواحد أنا لدي أخي أو قريبي أو من يعول أسرتي في المملكة العربية السعودية وتم ترحيله من المملكة العربية السعودية وأنا أقدم حياتي ودمي من أجل الدفاع عن اليمن والمملكة العربية السعودية. كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟ أن أكون أنا في الخندق أدافع عليك وأقاتل من أجلك وأنت ترحل أخي لأسباب واهية وتفرض عليه الإتاوات والرسوم. يا سيدي الكريم، هذا كله ناتج عن اختلال كامل في العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية. ليس لدى الحكومة الشرعية ولا الرئيس هادي أي برنامج أو رؤية للتعامل مع الأحداث، لا في الميدان في ميدان المعركة ولا في الجوانب الأخرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي وأيضا أوضاع المغتربين. من الواضح أن اليمن كلها أصبحت تلعب فقط دورا وظيفيا لمصلحة أجندة إقليمية هدفها فقط الاستمرار في الصراع مع أطراف إقليمية أخرى واستنزاف اليمنيين وقتلهم وإضعاف بلدهم، وبالتالي ليس هناك من أفق حتى في التعامل معنا حتى كمستخدمين. يعني في الوقت الذي يتم الادعاء بأن اليمن أو التحالف يقاتل إيران في اليمن ويواجه تحديا وجوديا له علاقة بالتهديدات الإيرانية، في الوقت نفسه يتم طرد اليمنيين من المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت أيضا تنهار العملة في الداخل، وهناك إشارات كثيرة إلى أن هناك الكثير من المضاربات كان أطرافها جزء من التحالف، وبالتالي هناك عملية ممنهجة لضرب البلاد وتدميرها، وإبقاء اليمنيين فقط عبارة عن مجموعة مرتزقة ومجندين يقاتلون بعضهم البعض، وبالتالي ليس هناك من أفق ولا رؤية للتعامل مع ما يجري. الحكومة الشرعية أصبحت حكومة تقع تحت وطأة هيمنة التحالف، رئيس
مقيم في العاصمة السعودية الرياض يصدر بين الحين والآخر قرارات لا أحد يعرف ما يعني ما هي غايتها النهائية. نعم. يعني طيب أستاذ عبد العزيز، مثلا القرار الذي صدر مؤخرا بتعيين رئيس حكومة كان من المفترض أن يشمل أيضا تغيير الحكومة بشكل كامل. نعم حتى أستاذ عبد العزيز، نعم معذرة على المقاطعة، لم يبقى إلا دقيقة أخيرة وأريد أستغلها منك. يعني المملكة العربية السعودية دائما تصريحاتهم الرسمية وكذا، نحن مع اليمن والمصير المشترك مع اليمنيين وسنقف بجانب اليمنيين، لكن نجد كل ما يقومون به والتحالف بشكل عام هو ضد اليمن واليمنيين. على سبيل المثال مثلا حدثت هناك أزمة مالية في الأردن، تم دعم يعني الأردن تقريبا بعشرة مليار دولار، مصر كذلك ربما وصلت إلى 50 مليار دولار، وغير ذلك من الـ من الـ من الـ يعني من التعاون. أيضا البحرين التي تعيش أمن واستقرار يعني 10 مليار دولار، واليمن الذي تنهار عملته ويعني الناس بدأوا يأكلون الأشجار ويموتون من الجوع وهم يقاتلون من أجل السعوديين، يعني يعاملوا بهذه الطريقة، أي تفسير يمكن أن يفهم اليمنيون من هذا؟ يا سيدي الكريم، المسألة ترتبط بدرجة رئيسية إلى نظرة اليمنيين لأنفسهم وطريقة تقديم أنفسهم للعالم. أيضا ليس لدينا قيادة للأسف الشديد، لدينا نخبة مهترئة وفاسدة وليس لديها أي شكل من أشكال الانتماء للبلد، تتعاطى مع الأوضاع والقضايا بطريقة فيها كثير من المداهنة والتواطؤات، وهي تحرص بدرجة رئيسية على مصالحها، لا تكترث لما يحدث للناس ولا للمآسي التي تجري في البلد. أتذكر على في هذا الصدد مقولة لمعارض سوري، هو قال إذا كان حلفائك الخليجيين فلست بحاجة إلى أعداء، هؤلاء لا أعتقد أنهم حلفاء على الإطلاق، بالإمكان أن يقوموا بكل الأدوار في نفس الوقت، والمشهد ماثل أمامك وأمام اليمنيين. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، والشكر أيضا للدكتور يحيى الأحمدي كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر كل من شارك معنا، أيضا الأستاذ توفيق الحميدي وكذلك المواطن اليمني المرحل من السعودية سالم الوهاسي. ختام الحلقة، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا وأيضا الزميلة إلهام عامر، كما يلكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.